والجمهورية الصحراوية مستعدة للسلام مع جارتها من الشمال المملكة المغربية على أساس احترام الحدود الدولية الموجودة بينهما، وذلك لن يتأتى إلا بنهاية الاحتلال وانسحاب القوات المغربية الغازية من ترابنا الوطني وعدول المغرب عن سياسة التوسع والعدوان ضد الشعب الصحراوي. والشعب الصحراوي من جهة أخرى ينتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة إلغاء الجريمة النكرة التي ارتكبها ترامب قبيل مغادرة البيت الأبيض نتيجة لخرقها لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وقرار محكمة العدل الدولية ولتعارضها مع الدور المنوط بالولايات المتحدة الأمريكية.